يا هلا وسهلا فيكم على قناة واحد الأحصاء اليوتيوبية، ويسعدني إشتراككم في القناة. اليوم تقريري عن سوق يذكر التاريخ أن أحد الأسواق الرئيسية في شبه الجزيرة العربية، عمره أكثر من 150 سنة، يوجد في السعودية في الأحساء، وهو سوق أسبوعي شعبي، وهو سوق الخميس والسبت. خلونا نتعرف عليه. اشتهرت الأحساء بأشياء كثيرة، من ضمنها الأسواق الشعبية صباحا ومساء في العصر. هذا السوق يعمل يوم الخميس ويوم السبت من بعد صلاة الفجر إلى الظهر. تبلغ مساحته 4500 متر مربع. يعتقد البعض أن فكرة هذا السوق هي فكرة تركية منذ زمن الخلافة الإسلامية العثمانية. الأتراك كانت هذه الفكرة موجودة في تركيا ونقلوها إلى الأحساء عندما حكموا الأحساء. سوق الخميس عبر تاريخه تنقل أكثر من موقع، كان بجانب سوق القصرية، ثم انتقل إلى حي الرفعة، ثم انتقل إلى حي الفيصلي اللي هو ما زال يسمى حي زقجان، ثم استقر بجانب سوق الخضار المركزي. بعد ما استقر السوق بجانب سوق الخضار المركزي وتغيرت العطلة الأسبوعية في السعودية إلى الجمعة والسبت، أضيف له سوق السبت. طبعا السوق يرتاده السعوديين من الأحساء وخارج الأحساء، وكذلك مواطنين مجلس دول التعاون الخليجي. والسوق يباع فيه البضائع بالجملة وبالمفرق، وتباع فيه البضائع المحلية والمستوردة، ويتكون من عدة أقسام بنعرفكم الآن عليها إن شاء الله. وبالمناسبة سوق الخميس وسوق السبت في أكثر من سوق في الأحساء، لكن هذا السوق هو الأكبر، وسوق الخميس هذا هو الأقدم. هذا قسم الشتلات الزراعية، شتلات زراعية من جميع أنحاء العالم، لكن مزروعة أغلبها في الحسا، وكثير تجي بعض مشاتل من القطيف. في البداية السلام عليكم، يعطيك العافية. بسألك عن أهل الحسا، شل أغلب شي الشتلات اللي يشترونها، وش اللي عندك من الشتلات اللي تبيعها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الحسا غالبا يفضلوا الأشجار المثمرة والخضار، الخضار اللي هي الطماطم والفلفل بأنواعها، والطماطم بأنواعها، من أشجار الفاكهة اللي هي الليمون والتين والعنب والترنج والليمون، وأكثر شيء طبعا هو الليمون البلدي، وعندهم الآن بعد اللي هو التوت المطعم واسمه والبرتقال، حاجات هذه البلدية هذه الأكثر شيء أهل الحسا يرغب فيها. في بعض البلدان يسمون هذه الأسواق الشعبية بسوق السيارة أو سوق العربة، لأن أغلب الباعة يبيع عن طريق السيارة أو بجانب السيارة أو يخرج بضاعته من السيارة. فهذه معلومة أتوقع قد تكون جديدة عليكم. وهذا قسم الطيور، طبعا يباع فيه حتى الديك والدجاج الحساوي، بنفرجكم عليه الآن. هذا الدجاج الحساوي والديوك والديوج الحساوية، طبعا أسعارهم حاليا 35 ريال للحبة الواحدة. أيضا في السوق تباع أطعمة الطيور وكل مستلزمات الطيور، يتم حراج على الطيور.
مثل ما تشوفون يتم المزاد على الطيور خلفي. طبيب أنا الحسا منطقة زراعية، فالقسم الزراعي والخضار والفواكه كبير من خيرات الأحساء وخارج الأحساء. ولا شك أن الرز العيش الحساوي النادر في المنطقة حاضر وموجود في السوق. شو الأشياء الحساوي اللي عندك؟ تروح حساوي. وين تروح؟ يشبه الخيار صح؟ ايه. وغيره؟ حساوي عندك قرع حساوي. تروح والقرع، والقرع هذا القرع حساوي جميل. وبعد الجزر الحساوي، هذا ليمون افريقي ها؟ ليمون افريقي. الحين الليمون الحساوي خلص والله؟ خلص موسمه. ايه خلص موسمه. موسمه في الصيف. جميل. وهذا الثوم الحساوي، هل يفرق عن الثوم الصيني مثلا؟ يفرق عن الثوم الصيني. يعني في السعر ولا الطعم او في او في ايش؟ وايضا يوجد قسم للملابس. طبعا هنا تباع البضاعة الجديدة وايضا المستخدمة مثل هذا المسجل القديم. وبفضل الحرفيين اصبحت الاحساء منطقة تراث عالمي وفي منظمة اليونسكو ومن المدن المبدعة عالميا. فهذا القسم قسم المشغولات اليدوية. الله يعافيك وياك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. والله شوفوا هذه شغله، شوفوا هذه شغلتني يا ابويا، مستحيل لو اصير انبطح على الوشق ولا عبر اقوم، مستحيل اني بحد هذه هالشغله. اي والله ما تنهد يا ابوي ولا تفوت يا ابويا. اي والله الحمد لله، يعني الحمد لله. في جوله نفسوق تشرفنا بلقاء المهندس نعيم مطوع، احد مرتادين هذا السوق. سؤالي، ما رايك في؟ أهلا وسهلا فيكم متابعين واحة الأحساء. طبعا سوق الخميس أو سوق السبت يسمى بهالتسميتين، حقيقة من الأسواق الشعبية في الأحساء اللي تستحق الزيارة. زيارتي اليوم للسوق حبيت أن أشوف مثلا إيش الجديد، إيش البضاعة الموجودة. طبعا ما شاء الله ما زال يعني محافظ على يعني سوق، على تكوينه وعلى بضاعته. السوق يمتاز بالبضائع المتكاملة، في الخضرة وفي الطيور وفي أشجار وفي ملابس وفي بعض الحلويات المكسرات. سوق ما شاء الله تبارك الله يمتاز أنه هو زوارة من جميع الفئات العمرية، كبار وصغار ونساء ورجال. والحقيقة يعني هو يعتبر من الأماكن اللي مو شرط أن الواحد يجي عشان بس يشتري، يجي يتمشى يغير جو ويشوف الحياة العامة. يعني احيانا بعد ايضا من الفرص انه هو قد يقابل اصدقاء او بعض الاشخاص اللي يمكن يعني فتره طويله ما شافهم. يمتاز السوق انه هو اسعاره رخيصه، يعني ما شاء الله البضائع اللي موجوده اسعارها قد تكون منافسه لبعض الاماكن في الاسواق الاخرى. فانا جدا انصح الجميع، الان جميله بارده، فلا تفوتكم هذه الاجواء وهذا السوق الجميل. مهندس نعيم مطوع شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا حياكم الله. طبعا السوق اقسامه كثيره، بس حبينا نعطيكم فكره عن، ولا حبينا احنا نطول عليكم. ومن ارض الاحساء الحبيبه كان معكم طاحة الاحساء، وفي امان الله. ولمعرفة موقع السوق شوفوا بجانب أسواق القرية وكذلك بجانب سوق الخضار المركزي من بعيد، إذا تشوفون جنب سوق التمر.
ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.